تخيل معي أنك موجود داخل عيادة أو في الصيدلية ويدخل عليك شخص ويقول لك أريد حقنة فارغة يتعاطى بها مخدرات، ماذا ستفعل؟ أنت أمام خيارين، إما أن تعطيه الحقنة مباشرة أو أنك ترفض إعطائه الحقنة. سؤال: هل تعتقد أن شخص يتعاطى المخدرات سيتوقف عن التعاطي لأنه لم يجد حقنة فارغة؟ قبل مناقشة الإجابة على هذا السؤال، دعونا نطرح سؤال موضوعي: ليه الشخص ده يتعاطى المخدرات؟ شنو الأسباب اللي بتدفع شخص عشان أنه يتعاطى المخدرات رغم أنه معظم الناس عارفين أن الطريق ده مظلم وأسود ونهايته إلى الهلاك؟ في أحد الدراسات وجد أن إدمان أحد التوائم المتشابهين يزيد بنسبة كبيرة احتمالية إدمان التوأم الآخر على المخدرات. لاحظوا أنهم هم توائم متشابهة، التوائم المتشابهة متطابقين وراثيين، أي لديهم نفس التركيبة الوراثية ما لم تحدث طفرات، فهذا يدل على أن مسألة الإدمان لديها بعد وراثي. فهذا يجعلنا نطرح السؤال: هل المدمن اختار أن يكون مدمناً أم أن أثرت عليه جيناته الوراثية؟ لا شك أن البيئة لديها تأثير، ولكن أيضاً الجانب الوراثي لديه تأثير في إدمان الشخص أو عدم إدمانه. فهل علينا أن نلومهم أم أن نلوم الجينات الوراثية أم أن نلوم عوامل البيئة المحيطة؟ ده بيخلينا نخش في سؤال ومعضلة أكبر: هل الإنسان مسير أم مخير؟ ما عايز أخش في الموضوع صراحة، يعني ده ما هو موضوع الفيديو، خلونا نرجع للموضوع بتاعنا. على العموم أريدك كذلك أن تعرف أن بعض هذه الأدوية المخدرة يتم استخدامها بواسطة الأطباء، ولكن لأن الأطباء يعرفون الطريقة الصحيحة لاستخدامها، فإن الفوائد الناتجة عن استخدامها للمرضى أكبر من أضرارها وأعراضها الجانبية. بعضها يستخدم لتخفيف الآلام للمرضى مثل أدوية المورفين، وبعضها يستخدم لإيقاف التشنجات، وبعضها يستخدم للاكتئاب. على حسب تصنيف الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين، فإن إدمان المخدرات يعتبر مرض كغيره من الأمراض النفسية. عشان تعرف فكرة إدمان المخدرات، عند أخذك لمخدر سواء كان عن طريق الحقن أو عن طريق الشم أو عن طريق البلع مثل الهيروين المورفين، المخ يتحفز ويفرز مواد معينة مثل مادة السيروتونين هرمون السعادة أو مادة الدوبامين ومواد أخرى. هذا يقوم بتحفيز المخ ويجعلك تحس بأحاسيس جميلة، تحس نفسك مبسوط. مع مرور الوقت يتعود الجسم على أثر المخدر، مما يجعلك بمرور الوقت ومرور الأيام تزيد من الجرعة المستخدمة تدريجياً لكي تحصل على نفس التأثير، على نفس الفرحة، على نفس الأحاسيس الجميلة اللي أنت كنت بتحسها لما تطعن المخدر. وقد يصل الأمر إلى أن تصبح الجرعة قاتلة. أنا بشبهها بزي كأنك أنت لما تيجي تشتري مثلا حاجة جديدة، مثلا اشتريت لك عربية جديدة أو سيارة جديدة، في البداية كده بتتحمس معها، وبعد ذلك تدريجيا بقلة التأثير بتاعها، أنك بتبقى عادي، يعني خلاص بتتعود عليها. في الحقيقة ده ما هو مفهوم الإدمان، ده مفهوم معروف في الصيدلة يعرف بالدرج توليرانس، أو ترجمته تحمل الدواء. الحاجة اللي عايزكم تعرفوها أنه الإدمان لا يحدث بين الليلة وضحاها، بل تدريجيا. فمثلا أنت لو مشيت المستشفى والدكتور اداك حقنة مخدرة، ما حيحصل لك إدمان إلا تستخدمه يوم ورا الثاني يوم ورا الثاني حتى يحصل لك موضوع الإدمان. وفي حالة توقف أخذ المخدر بصورة مفاجئة، يكون لدى الشخص رغبة قوية في استخدام المخدر مرة أخرى، بغض النظر عن النتائج التي يمكن أن تحدث مقابل حصوله على هذا المخدر، حتى لو ارتكب جريمة، سرقة، قتل، المهم أنه يحصل على المخدر. قد تسأل نفسك عن المشكلة شنو؟ ما هي المشكلة في تعاطي المخدرات؟ المخدرات لديها أضرار كثيرة، أضرار الناتجة عنها والمخاطر الصحية الناتجة عنها لا تعد ولا تحصى، ولكن حاذكر لك الهيروين كمثال: فقد المقدرة على النوم، الإمساك، الاكتئاب الحاد، المشاكل الجنسية عند الرجال، والاضطرابات الدورة الشهرية، تأثير على المخ، وفقدان المقدرة على التحكم في التصرفات، وعدم المقدرة على اتخاذ القرارات، وكثير كثير من المضار الثانية. خلونا نرجع لموضوع. يا خلاص ما أتكلم كثير يا سلطة، أديه الحقنة ولا ما أديه الحقنة؟ أنا أصبر بس دقيقة باختصار يا أخي، أصبر خلاص يا أخي ما ممكن. خلونا نرجع لموضوعنا: هل أنا كطبيب أدي زولد الحقنة الفاضي دي ولا ما عاد له؟ جرعة المخدر قد تستخدم بطرق كثير، أهمها وبتشوفها في التلفزيون كثير: الشم، الحقن بالأوردة، حقن الوريدة أو الحقن العضلي، التدخين، البلع. ولكن المخدرات يعني أضرار الجانبية في النهاية إذا ما تخش الجسم بتأثر تأثير كبير على الجسم. أنا لا أتحدث عن إعطاء المخدر، أنا أتحدث عن إعطاء حقنة فارغة، بغض النظر عن هو حيستخدمه في شنو، بغض النظر عن هو جاب الدواء من وين، هل يحق لك أو بالأحرى هل يجب عليك إعطائه الحقنة الفارغة؟ حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن المتعاطين المخدرات عن طريق الحقن ينتشر بينهم فيروس نقص المناعة المكتسبة،
وفيروس التهاب الكبد الوبائي سي 13 منهم مصابين بفيروس نقص المناعة و67% منهم مصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي من النوع سي او هيباتيتس سي. لماذا؟ لان هذه الفيروسات تنتقل عن طريق الدم، فانا لو ما توفرت لي حقنة ممكن امشي استخدم حقن مستعمل او ملوثة. يجب على الشخص استخدام حقنة جديدة في كل مرة يريد ان يطعن بها مخدر دواء او اي شيء اخر، ولكن ليس الامر بهذه السهولة. لننظر لان تناول هذه المخدرات امر محظور يدخل المطاعات الدوامة بين خوفي وصحتي، ده بالاضافة الى جهل الكثير منهم بمخاطر هذه الامراض وطرق انتشارها. ولتقليل الضرر الناتج عن استخدام الحقن الملوثة ما تبقى كمان ميتة وخراب ديار، ما دام نحن اصلا ما قدرنا نوقف التعاطي خلونا نقلل الضرر الناتج من تعاطي الادوية. قررت كثير من الدول في القرن الماضي ان توفر الحقن الجديدة داخل الصيدليات، بس تجي تقول انا داير حقن فاضية تشتريها وتمشي. لكن المشكلة الحالية دي واجهتها مشاكل كثيرة، اهم الحياة دي اللي هي عدم توفر المال، يكون عندك قروش تشتري، لانهم يقومون بصرف معظم اموالهم على الادوية المخدرة. من نهاية القرن الماضي في عدة دول ومن اولها دولة هولندا نيذرلاند قاموا بتنفيذ برنامج جديد يعرف به نيدل سيرينج اكسشينج بروجرام. الفكره في انه المطاعات بيلم الحقن اللي هو استخدمه وبيبدلها بحقن جديده داخل الصيدليه. مشوا لابعد من كده وقاموا بادخال برنامج يعرف به هارم ريدكشن بروجرام او برنامج تقليل الضرر. تقوم فكرته الاساسيه على بدل معايره المتعاطي على حالته بل نقدم له المساعده. واحد اهدافه الاساسيه هي توفير الحقن الجديده للمتعاطين بدلا عن الصيدليات، ايضا ادخلوها عند الاطباء. هذا الامر يضمن ثقه المتعاطي في الطبيب وتوفير فرصه للطبيب لتوعيه المتعاطي عن اضرار المخدرات واضرار استخدام الحقن المستعمله، كذلك الفحص المبكر للامراض اللي هو ذكرتها قبل. الفكره هو النظر للشخص المتعاطي او في الافضل افضل ان احنا نقول الشخص الذي يتعاطى المخدرات، وما شخص متعاطي. هو في الحقيقه شخص يتعاطى المخدرات هو شخص ولكنه يتعاطى المخدرات. في دراسه تم نشرها في عام 2017 الدراسه اتعملت على 64 من العاملين في مركز للرعايه الاشخاص المصابين بفيروس نقص المناعه المكتسبه بدوله كندا. تم سؤال العاملين في هذا المركز: احيانا اجد صعوبه في توفير برنامج رفع الضرر عن الذين يتعاطون المخدرات. 34% من العاملين جاوبوا بانهم بيوافقوا على الجمله دي بغض النظر عن الاسباب. ذكر انه ده مركز متخصص في رعايه الاشخاص المصابين بفيروس نقص المناعه المكتسب، ما بالك بمستشفيات دوله كندا الثانيه، ما بالك بمستشفياتنا في الوطن العربي، وما بالك كمان بمستشفياتنا في السودان. وبالمقابل الشخص الذي يتعاطى المخدرات لن يتوقف عن تعاطيها لمجرد ان ليس لديه حقن فارغه، مع العلم ان توفير الحقن الفارغه لا يزيد من احتمالية استمرار الشخص. بالعكس في دراسة تمت وجدوا أن الأشخاص اللي هم بيدخلوا في برنامج تقليل الضرر توفر لهم الحقن الفارغة يكون لديهم احتمالية أكبر للبحث عن العلاج من الإدمان والذهاب إلى مركز علاج من الإدمان. فالقيام بحملات توعية ضد المخدرات وليس حملات ضد المواد المستخدمة في تعاطي المخدرات. ولو أنت فهمت الفيديو ده على أساس أنه أنا بساعد الناس وبحفزهم لتعاطي المخدرات، مشكلتك كبيرة، مشكلتك كبيرة جدا. على العموم رأيكم شنو في الموضوع ده؟ هل بتوافقوني أو في آراء تانية أنا ما قلتها عايزين تضيفوها تحت في التعليقات؟ عايزكم تولعوا الكومنتات تحت بالنقاش، وما تنسوا لو تحضروا فيديو من هنا وتشتركوا في القناة من هنا. أشوفكم، مع السلامة.